السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله عن البروتين انرجي مال نيوتريشن، اللي هي الكواش الكور والمرزمص. قبل ما نتكلم عن البروتين انرجي مال نيوتريشن او البيم، اختصارها بيم بي اي ام، هنتكلم شويه على نيوتريشنال ريكويرمنت. الاكل بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن فات، بروتين، كربوهيدرات، فيتامين، ووتر، تمام؟ هنتكلم عن كل حاجه فيهم بشيء من التفصيل، ولكن الحاجات دي بتيجي ام اس كيو اكتر من نظري ان شاء الله يعني. ماشي، اول حاجه النيوتريشنال ريكويرمنت، الاكل بتاعنا لازم يكون اديكويت كالوري، تمام؟ في كالوري معينه كده، انا كل يوم عندي كالوري معينه لازم اكلها، تمام؟ طيب الاليمنت لازم يكون الاكل ده يحتوي على كربوهيدرات وفات وبروتين وبنسب معينه. الكربوهيدرات لازم يكون في 50%، الوجبه بتاعتي 50% كربوهيدرات، 35% فات، و15% بروتين، تمام؟ لازم اخد فيتامين ومينرال ولازم اشرب ميه، تمام؟ اول حاجه الكالوري، اول حاجه ناخد فيها الكالوري، تمام؟ الكالوري هناخد شويه ارقام كده يعني عشان ام سي كيو. اول شهر من حياه الطفل بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج 120 كالوري للكي جي بير دي، يعني زي مثلا هو 3 كيلو يبقى كام؟ عايز مثلا ايه؟ عايز 360 كالوري، تمام؟ يبقى 120 كالوري للكي جي بير دي، ماشي؟ بعد كده الريست اوف فيرست يير، الريست اوف فيرست يير يعني من اول الشهر الثاني لحد الشهر ال 12، تمام؟ بياخد 110 كالوري للكي جي بير دي. بعد كده من سنه لثلاث سنين بياخد 100 كالوري للكي جي بير دي. بعد كده الريكويرمنت بتبدا تقل بمقدار 10 كالوري كل ثلاث سنين. احنا وقفنا دلوقتي عند كام؟ عند سن ثلاث سنين. كل ثلاث سنين هننقص 10، يعني من اربع سنين لست سنين هننقص 10% يبقى 90. بعد كده من 7 ل 9 هننقص 10 من 90 تبقى 80. بعد كده من 10 ل 12 هننقص 10 من 70 تبقى هننقص 10 من 70 80 تبقى 70، تمام؟ بعد كده النقص تبقى 60 وهكذا 50 وهكذا لحد ما يوصل لكام؟ ل 18. بعد كده افطر 18 سنه، بعد 18 سنه فيما فوق بيحتاج قد ايه؟ اللي هو يعني احنا يعني بنحتاج قد ايه؟ 40 كالوري بالكي جي بالدي، ماشي؟ طيب كل جرام كربوهيدرات، لو انا مثلا باخد حته سكر مثلا، السكر دي جرام، كل جرام كربوهيدرات بيسبلاي بيديني 4 كالوري، يعني مثلا لو حته السكر دي 5 جرام هتديني 20 كالوري، تمام؟ طيب كل جرام بروتين، حته اللحمه مثلا، كل جرام بروتين بيديني 4 كالوري، ماشي؟ كل جرام فات بيديني 9 كالوري، ماشي؟ احنا قلنا النسب بتاعتنا لازم تكون كام؟ الكربوهيدرات 50% والفات 35 والبروتين 15، يعني بمعنى اخر ثلاث اسداس اللي هم نص يعني كربوهيدرات، وسدسين اللي هو 35% فات، وسدس اللي هو 15% بروتين، تمام؟ دي بنسميها الويل بالانس دايت، لازم الوجبه بتاعتي تبقى بالشكل ده، ولازم الاكل كله بتاعي يبقى بالشكل ده، ماشي؟ الناس بقى بتوع التغذيه والجيم ودكاتره التغذيه والحاجات دي بيهتموا بالحاجات دي، ماشي؟ اكزامبل لو انا عندي مثلا طفل عنده 4 سنين، طفل عنده 4 سنين، نرجع كده 4 سنين يعني محتاج كام؟ محتاج 90 كالوري بالكي جي بير دي، 4 سنين يعني محتاج 90 كالوري بالكي جي بير دي. بس الفكره انا مش عارف وزنه كام؟ كيلو جرام مش عارف وزنه كام؟ نحسب الوزن ازاي؟ اضرب السن بتاعه 4 في 2 واجمعهم على 8، يبقى 4 في 2 زائد 8 16، تمام؟ طب هو محتاج قد ايه؟ محتاج لو نرجعنا كده 90 كالوري بالكي جي بير دي، قال لك هضرب 90 في الوزن بتاعه، 90 في 16 هيحتاج كام؟ 1440 كالوري بير دي، يعني كل يوم لازم الطفل ده ياخد 1440، هنقسمهم النص كربوهيدرات يبقى كام؟ 720، والسدسين فات يبقى 480، والسدس بروتين 240، وهنقسمهم تاني. احنا قلنا ان كل جرام كربوهيدرات بيديني 4 كالوري، فانا عايز اعرف هاخد كام جرام كربوهيدرات، فاقسم 720 على 4. تاني كده احنا قلنا جرام كربوهيدرات بيديني 4 كالوري، بما ان انا معايا 720 كالوري كربوهيدرات، انا عايز اعرف هم كام جرام، هقسم 720 على 4 يديني كام؟ 180. انا معايا 480 كالوري فات، وكل جرام فات بيديني كام؟ 9، فاقسم 480 على 9 هيديني 53 جرام فات، وهكذا، تمام؟ ماشي. طب فرضا ان جت مساله عشان ما نتلخبطش، ممكن نستخدم القوانين دي. لو جت مساله في الام سي كيو، يعني البريترم يعني اللي مولود قبل اوانه يعني كام؟ 2 كالوري بالكي جي بالدي، تمام؟ لو فول تيرم لسه مولود يبقى بياخد من 100 ل 120 كالوري بالكي جي بالدي. بعد كده يعني بعد ما يتولد في اول سنه، اول 10 سنين قصدي، اول 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 قصدي 10 كيلو، اول 10 كيلو، اول 10 كيلو بيحتاج كام؟ 100 كالوري بالكي جي بالدي. ثاني 10 كيلو يعني من اول 11 لحد 20 بيحتاج 50 كالوري بالكي جي بالدي. بعد كده بعد ال 20 بيحتاج 20 كالوري بالكي جي بالدي. فور اكزامبل عشان ما نتلخبطش، لو معايا 27 كيلو جرام، لو الطفل مثلا وزنه، انا وزنته طلع وزنه 27 كيلو، هنقسم ال 27 دي ل 10 10 7، لو جمعناهم يطلع كام؟ 27. اول 10 احنا قلنا اول 10 بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج 100 كالوري بالكي جي بالدي.
يبقى 10 في 10 ب 100، تاني 10 بيحتاج 50، تاني 10 كيلو بيحتاج 50، يبقى 10 في 10 في 50 بكام؟ ب 500، تمام؟ دي كده 1000، ماشي؟ 10 في 10، 10 في 100 بكام؟ ب 1000، و10 في 50 ب 500، طيب 7، 7 في 20 بكام؟ 7 في 20 ب 140، تمام؟ اجمع دول وشوف هيطلع كام، تمام؟ وكل جرام كربوهيدرات احنا قلنا بيدي 4، 4 1 من 10، والفات كل جرام فات بيديني كام؟ 9 و3 او 9 كيلو كالوري، تمام؟ طيب كل جرام بروتين بيديني 4 كالوري او 4 1 من 10، عشان ما نتلخبطش. لو انا معايا 27 كيلو جرام هنقسمهم ازاي؟ اول 10 وثاني 10 وبعد كده 7، تمام؟ اول 10 كان بيدي 100 كالوري بالكي جي بي دي، يعني 10 في 100 ب 1000، ثاني 10 بيدي كام؟ 50 كيلو، 50 كالوري بالكي جي بي دي، يعني 10 في 50 ب 500، بعد كده 7 في 20، 7 في 20 بكام؟ 140، تمام؟ ونجمع ونشوف هيطلع كام. الووتر ريكويرمنت، معلش هو الجزء ده رخم شويه، ارقام عشان ام سي كيو. الامام قال لك تحت سنه بياخد 150 كالوري، بعد كده بنقص 25، بنقص 25 واحنا ماشيين، يعني من سنه 3 سنين 125، من 4 ل 6 100، من 7 ل 12 75، من 13 ل 18 سنه يبقى كام؟ 50، 50 مللي بالكي جي بي دي، تمام؟ السورس اوف ووتر، انا باخد الميه منين؟ يا اما بشرب ميه يا اما باكل اكل، الاكل بتاعي، الاكل بتاعي فيه ميه، يعني مثلا واحد بياكل طبيخ مثلا، الطبيخ ده ايه؟ فيه شويه ميه، تمام؟ اي اكل اللي احنا بناكله فيه ميه، تمام؟ البروتين، البروتين عباره عن ايه؟ امينو اسيد، الامينو اسيد يا اما يكون اسينشال يا نون اسينشال، اسينشال يعني مهمه، يعني مهمه؟ وفي مهم وفي مش مهم، يعني هم سموا التسميه دي على اساس ايه؟ سموا التسميه دي على اساس في بعض الامينو اسيد الجسم محتاج، جسم بيعرف يصنعها، الجسم بيعرف يصنعها جوه، فبنسميه نون اسينشال، يعني مش مهم، يعني الجسم ممكن يتصرف فيها ويصنعها لوحده. اما الاسينشال الجسم مش عارف يصنعها فلازم انا اكلها من بره، تمام؟ فلازم اكلها ايه من بره؟ هما مين بقى الاسينشال؟ دي اسينشال فور جروث اند ديفلوبمنت، اسينشال فور جروث اند ديفلوبمنت زي مين؟ زي البالين، ايزولان، ايزوليسين، السيريونين، الارجينين، الليوسين، تمام؟ واللايسين، تريبتوفان، ميثاليونين، والفينايل الانين، والهيستيدين. طب الامين اصلا مهمه في ايه؟ مهمه عشان ايه؟ الكيميكال ترانسميترز، وعشان المصل بتاعتنا، وعشان احنا نفسنا لازم بروتين، لازم ناكل بروتين، تمام؟ نون اسينشال، نون اسينشال انا ممكن اصنعهم، الجسم ممكن ايه؟ الجسم ممكن يصنعهم، تمام؟ الاماونت في اول سنه بيحتاج، بنحتاج قد ايه؟ 2.5 جرام بالكي جي بي دي، بعد كده من 1 ل 5 2 جرام، من 6 ل 10 1.5، من 11 فيما فوق 1 جرام، تمام؟ طبعا الاطفال بيحتاجوا ياكلوا اكتر مننا، ياخدوا بروتين اكتر مننا عشان هم رابيدلي جروينج، الديماند عندهم عاليه، تمام؟ فاي ديفيشنسي هتاثر عليها. بالنسبه لي بالنسبه لي الفات ريكويرمنت، بالنسبه لي الفات ريكويرمنت يا اما تكون ساتوريتد يا اما تكون ان ساتوريتد، تمام؟ طب في عندنا اسينشال ونون اسينشال، تمام؟ اسينشال بولي ان ساتوريتد، اسينشال ساتوريتد، تمام؟ احنا قلنا اسينشال يعني الجسم مش عارف يصنعهم زي مين؟ زي لينوليك ولينولينيك، الاراشيدونيك، ارشيدونيك اسيد، كل دول ايه؟ فاتي اسيد. مهمين، مهمين للشعر والجروس والسكين، يبقى الجلد والشعر والجروس وتصنيع البروستاجلاندين والسي ان اس والريتان، تمام؟ طيب الفانكشن بتاعتهم سبورت الاستراكشر، دي بتدي الشكل بتاعنا، بتدينا الشكل بتاعنا، وكمان بتحافظ على درجه حراره الجسم تمبريتشر، وكمان الفود ستورز ممكن الجسم يخزن، يخزن الاكل بتاعنا على هيئه ليبيد لايبوجينيسيس يعني، تمام؟ كمان بتساعد في الابزوربشن بتاع الفاست سوبر فيتامين، الفاست سوبر فيتامين هم الاي والدي والاي والكي، الادك او الاكيد، اكيد او الادك، تمام؟ بايه؟ دول فاتس سوبر فيتامين، يبقى ايه؟ عايزين دهون عشان يحصل لهم امتصاص، ماشي؟ عايزين بايل برضه. الكربوهيدرات بتاعتنا، الكربوهيدرات يا اما تكون وحده سكر واحده نسميها المونو ساكرايد، يا اما تكون وحدتين ماسكين في بعض بنسميها داي ساكرايد، يا اما تكون اكتر من واحده اوليجو ساكرايد او بولي ساكرايد، تمام؟ يبقى البولي ساكرايد اكتر من واحده، وحدات كتيره ماسكه في بعض زي مين؟ الستارش والسليلوز، خدنا زمان في بايو كيمستري في اول سنه، ماشي؟ في سنه اولى. داي ساكرايد، داي ساكرايد يعني وحدتين ماسكين في بعض، المالتوز، ساكروز، لاكتوز. مونو ساكرايد وحده سكر واحده زي مين؟ جلوكوز، فركتوز، جالاكتوز. مش عايزين نخش تفاصيلهم دي، بايو كيمستري مش عايزينهم، ماشي؟ اعرف بس ايه امثله مش اكتر. طب الديلي نيد انا بحتاج قد ايه؟ بحتاج قد ايه؟ بحتاج 10 جرام كل يوم، 10 جرام بالكي جي بي دي، تمام؟ البول. طيب انا دلوقتي انا كلت حته ايه؟ حته ستارش، كلت حته سليلوز، همتصها ازاي؟ لازم اكسر الستارش شريان لحد ما توصل لمونو ساكرايد. احنا قلنا دي البولي ساكرايد وليكن 10 وحدات، 10 وحدات، لازم اوصلهم لوحده واحده عشان اعرف امتص. الجسم مش هيعرف يمتص الا اذا كانت السكر ده عباره عن ايه؟ 1 سنجل يونت، سنجل مونو ساكرايد، تمام؟ يبقى لازم اكسر البولي ساكرايد لحد ما توصل لمونو ساكرايد. انا كلت بولي ساكرايد وليكن ستارش مثلا، تمام؟ هتروح الاول على الصلايبه اللعاب والبيكريتيك اميليز،
الصليبه فيها انزيم والبنكرياس فيه الاميليز، هيحولوا هيحول البولي ساكرايد للاي ساكرايد، هما كام؟ وحدتين سكر. تمام؟ طيب في الانتستاينال وول موجود في بعض الانزيمات بتشتغل على الداي ساكرايد وتكسرها عشان تديني مونو ساكرايد. كل داي ساكرايد انواع كتيره، اسماء كتيره، كل داي ساكرايد له انزيم معين. يعني مثلا اللاكتوز، في حاجه اسمها اللاكتوز بيتكسر بانزيم على اسمه لاكتيز، فبيكسروا ويجي لاكتوز وجلوكوز، دول كده مونو ساكرايد، انا كده اعرف امتصه. تمام؟ طب المالتوز بيكسر بمالتيز لجلوكوز وجلوكوز، يعني هو عباره عن اثنين جلوكوز ماسكين في بعض. تمام؟ السكروز بتكسر بحاجه اسمها الانفرتيز لفركتوز وجلوكوز. تمام؟ بيقول لك عمليه الفركتوز ابسوربشن عمليه بس مش بتحتاج انرجي. تمام؟ اما الجلوكوز والجلاكتوز بيحتاجوا انرجي الاكتيف بروسيس.